كان حميد بابا يعلن ترشحه لرئاسة يونيو، وتعدد المترشحين يطرح الأسئلة حول المنافسة. نواكشوط تحتضن اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليسكوب بمشاركة وفود عربية. ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحرفيين يطالب بتحديد يوم وطني للتصدي للاسترقاق ويستعد لمسيرته السادسة. تفاصيل أخبار الساحل من العاصمة الموريتانية نواكشوط، السلام عليكم. أعلن رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس كان حميد بابا ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في حفل شعبي احتضنه ملعب السبخة بالعاصمة نواكشوط. وتعهد المرشح الرئاسي حميد بابا بإجراء حوار مجتمعي شامل بموريتانيا العام المقبل حال فوزه في الانتخابات المقررة يونيو القادم. كما تعهد بابا بإصلاح التعليم وإحياء المدرسة الجمهورية الجامعة لكل الموريتانيين وتخفيض أسعار المواد الأساسية. حميد بابا الذي يترشح للرئاسة للمرة الثانية في تاريخه بات ثامن مرشح لرئاسية يونيو المقبلة، وهو ما يطرح السؤال عن مستوى المنافسة في الانتخابات القادمة. أنهى التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية اجتماعاته مع الحكومة الموريتانية بشأن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأكدت بعض المصادر للساحل أنه لم يتم حتى الآن التوصل لأي اتفاق بشكل نهائي بخصوص موضوع الاجتماعات التي احتضنتها مباني وزارة الداخلية الموريتانية في نواكشوط. وكانت المفاوضات بين الطرفين قد تعثرت منذ أكثر من أسبوع بعد تراجع الحكومة عن عرض تضمن منح المعارضة 5 أعضاء في لجنة الانتخابات. طالب كل من الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز وموساتي الثالث ملك سواتيني طالب الأفارقة بضرورة السعي الحثيث نحو تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ل 2063، وخاصة تجسيد المبادرات القارية كوسيلة للتقدم والتنمية المستدامة واحترام أجالها. ورحب الزعيمان في البيان المشترك المتوج لزيارة الدولة التي بدأها قبل يومين الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز لمملكة سواتيني. رحب بإعلان دخول المبادرة القارية لإنشاء منظمة إفريقية للتجارة الحرة حيز التنفيذ بعد مصادقة 22 دولة عليها. انطلق في العاصمة نواكشوط اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليسكو بمشاركة وفود عربية، والذي يستمر ليومين. ومن المنتظر أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية المخصصة لاختيار مدير عام جديد للإليسكو في 29 أبريل الجاري. تقرير عبد الله الناهي. الدورة 11 بعد المئة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تنعقد في العاصمة نواكشوط بمشاركة عدة وفود عربية، وفود ترفع سقف الآمال عاليا لإيجاد حلول للمشاكل المشتركة من نافذة الثقافة والعلوم. فأنا أعتقد أن اللقاء طيب وزاد طيب حضوركم معاليكم، ولا شك أن نحن جميعا قلوبنا واحدة كعرب، وهذا اللقاء الذي يجمعنا في بلاد الشنقيط الجمهورية الموريتانية الإسلامية التي نفخر جميعا بكل بلد عربي من المحيط إلى الخليج، بل نقفز إلى ما بعد المحيط حتى نصل إلى جزر القمر. فكما قال شاعر العروبة البارود بلاد العرب أوطاني، فأتمنى يعني أن يكون لقاءنا لقاء موفقا. الدورة الحالية لمنظمة الإليسكو يرى القائمون على الشأن الثقافي في دولها الأعضاء أنها مناسبة لبناء إنسان عربي مسلح بقيم المعارف المعاصرة وقادر على مواجهة تحديات العولمة. إنه من واجبنا كمسؤولين عن الشأن الثقافي العربي أن نتعاون جميعا وأن نتكاتف في سبيل الرفع من أداء بلداننا العربية في ميادين العلوم والثقافة والتربية، وهو ما يحتم علينا السعي الجاد إلى توطيد أركان هذه المنظمة وتعزيز أدائها وتوجيهها نحو التي هي أقوى.
فالعمل الثقافي العلمي المشترك هو المدخل السليم لولوج شراكة عربية شاملة تخدم المصالح المتبادلة وتلبي طموحات شعوبنا ورغباتها. هذا ويطرح على طاولة أعمال المنظمة انتخاب مدير عام جديد لها وسط منافسة بين موريتانيا وتونس والسعودية، وذلك بعد انسحاب كل من السودان والعراق. وشهدت الأسابيع الأخيرة حملة واسعة لدعم المرشح الموريتاني لمنصب المدير العام للمنظمة المستشار والوزير السابق محمد والعمر. عبد الله للنهاية الساحل تي في نواكشوط. طالب ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراتين إلى تخصيص 29 أبريل من كل عام يوما وطنيا للتصدي للاستقاق والتحرك ضد كل أشكال العبودية بموريتانيا. ويستعد الميثاق لإطلاق مسيرته السنوية 6 والمقررة مساء 29 أبريل الجاري. أبدأ محمد أعمر بلول. مؤتمر صحفي لميثاق الأحراطين استباقا لمسيرة الميثاق التي ستنظم في 29 أبريل الجاري، والتي يقول البعض إن الميثاق لم يعد موجودا إلا في المسيرة فحسب. هو ما خارج شيء ما يتضمن عنه، قد يخلق عليه تشويش، قد يخلق عليه رواقيش يختاروا ما يقير. في نهاية المطاف الطبقة الواعية من الموريتاني المواطن العادي اللي يحمل هذه القضية لين يشوف الميثاق يعرف الميثاق اللي وعد ويعرف اللي يمثله منه. سؤال ستجيب عنه المسيرة التي تنطلق من أجل الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للإحراطين، مسيرة دأب على تنظيمها الميثاق منذ 6 للقضاء على الظلم والغبن والتهميج التي يقولون إن الشريحة تتعرض لهم، فهي في نظر الميثاق الأكثر تهميشا مجموعة من القوى والحركات والشخصيات الحقوقية والناشطين في مكافحة العبودية. 6 مضت على الميثاق والذي يعتبر قالبا اجتماعيا تجد فيه شريحة الإحراطين نفسها لتضع الخطوط العريضة التي قد تحقق لها ما تريد من التمييز الإيجابي لصالح الأرقاء السابقين في مجالات التعليم والتوظيف والمناصب العليا في الدولة والاستفادة من التمويلات الصغرى. فماذا تحقق لميثاق عمره تجاوز 6؟ استطاع بعد أنه في الفترة يجمع الموريتانيين كاملين، وهذا هدف أسمى عند الميثاق وهدف سامع، لأن الموريتانيين اليوم كاملين عاد يحسوا بقضية الحراطين، عادوا ملتفين كاملين حول حقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للحراطين، وهذا لا يتعود شفتوه في المسيرات اللي خلقت ولا يتشوفوه في المسيرة إن شاء الله اللي تخلق المقبلة. لكن جدار الميثاق عرف تشققات كاد أن ينقض منها، فمنذ رحيل أول رئيس له محمد سعيد الهمدي عرف الميثاق انشقاقات عديدة. ويأتي الميثاق بعد وجود عدة حركات لمحاربة العبودية والرق، من أبرزها حركة الحر ومنظمة نجدة العبيد وحركة إيرا التي باتت الأكثر نشاطا بخطابها الراديكالي. محمد عمر بلول، الساحل تيفن واكشوط. نظم مركز الأطلس للتنمية والبحوث الاستراتيجية ندوة وطنية حول التجربة الموريتانية في مجال اللامركزية، وذلك بالتعاون مع المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وشهدت الندوة مداخلات تمحورت حول التجربة الموريتانية بحضور عدد من رؤساء المراكز الجهوية الموريتانية. ندوة تأتي في إطار تجسيد رؤية وطنية حول تجربة اللامركزية في موريتانيا على ضوء المستجدات على الساحة الوطنية بعد ما تم إقرار نظام الجهوية والمجالس الجهوية واللي تعول عليها آمال جسام في تحقيق نهضة تنموية على مستوى البلد، وهذه مساهمة أكاديمية فعلية نخبوية تأتي في سياق التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي عرف البلد. يستعد سلاح الجو الموريتاني لاستقبال 4 حربية فرنسية الصنع من طراز اللاشفير، كان الجيش الجوي قد اشتراها من فرنسا مطلع العام الجاري. وذكرت بعض المصادر أن طواقم عسكرية موريتانية قد أنهت تدريباتها في فرنسا على قيادة وصيانة تلك الطائرات، والتي كان من المقرر تسليمها شهر يناير الماضي قبل أن يتأخر التسليم بسبب إجراء تعديلات وتحسينات على الطائرات تمكنها من البقاء مدة أطول في الجو، مما يمنحها هامشا أكبر للمناورة والرؤية الليلية والتقاط صور أكثر وضوحا للهدف.
اختتمت في نواكشوط فعالية ورشة قارية مخصصة لتنظيم سوق تحويل الأموال في إفريقيا مع مراعاة مستجدات القضايا المالية. ويأتي تنظيم اللقاء الذي جمع ممثلين عن معظم المصارف الإفريقية بمبادرة مشترك من البنك المركزي الموريتاني والمعهد الإفريقي للتحويلات المالية بهدف بحث المستجدات المسجلة في المجال والمتعلقة برفع القيود عن الاحتكار المصرفي من خلال الابتكارات التكنولوجية والعملات المشفرة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون بين السلطات الرقابية. فقرتنا متواصلة لكن بعد الفاصل. قريبا في شهر رمضان المبارك على قناة الساحل برامج غنية ومنوعة دينية ثقافية وصحية في هذا الوقت اللي طال الله عز وجل اللي قط يقد يعود محروم منه ياسر من الخلق هذا الوقت يلا نوظفه في طاعة الله عز وجل قراية القرآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستغفار تسبيح أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج وذكر الصوم بيّن عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنة أي وقاية من عذاب الله ينبغي على الصائم في أن تفريش أسنانه ما بين وجبات السحور والإفطار يكتفي بتفريش لمرتين لا داعي من الإكثار حتى وبرامج ترفيهية في حلقة جديدة من برنامج شخصية هامة مش قال الشاحن قولينا السياسة تنقاداش سياسة تنقاد مبادرة إن رجاش يعيش إنسان سعيد والله يعود كلب سعيد ونعيش معا ليالي رمضان في سهرات ومسابقات ممتعة ومفيدة قناة الساحل معكم نعيش رمضان أهلا بكم من جديد. قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أورليكا ديمر إن المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ستقوم الأسبوع المقبل بجولة إفريقية تشمل 3 دول بمنطقة الساحل وستقود الجولة المستشارة الألمانية إلى كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر خلال الفترة من الأول وحتى 3 مايو المقبل وستلتقي ميركل خلال جولتها برؤساء الدول 3 كما ستتفقد القوات الألمانية في مدينة غاو بمالي يذكر أن الأوضاع الأمنية في مالي تدهورت مجدداً عقب شن تنظيمات مسلحة متمركزة في منطقة الساحل الإفريقي هجمات متوترة على قوات دولية متمركزة هناك والتي يشارك فيها الجيش الألماني بنحو 1000 جندي أعلنت الشركة البريطانية بريتار أويل أند غاز هولدينغ للتنقيب عن الغاز عن احتياطي هائل من الغاز الطبيعي في إقليم
في إقليم جرسيف شرقي المغرب. وأكدت الشركة البريطانية التي تستحوذ على 75% من حقوق التنقيب مقابل 25% للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي أنها تتوقع الوصول إلى 474 مليار قدم مكعب في المنطقة الواقعة شرق حقول الغاز بحوض الغرب وبالشمال الغربي لمشروع الغاز بتندريرا، معتبرة أنه بالإمكان أن تصل إلى ما يقارب 943 مليار قدم مكعب من الغاز في المنطقة عينها. نزل آلاف الليبيين إلى ساحة الشهداء في طرابلس للتعبير عن غضبهم وللتنديد بالهجمات العسكرية التي شنها المشير خليفة حفتر، وارتدى بعضهم سترات صفراء في إشارة تضامن للشعب الفرنسي من ناحية وللاحتراض على الدعم الفرنسي لقوات حفتر من جهة أخرى. وكانت تجمعات مماثلة قد خرجت يومي الثلاثاء والجمعة المنصرمين في ساحة الشهداء في العاصمة الليبية، وارتدى المشاركون فيها السترات الصفراء التي تشكل رمزاً لحركة الاحتجاج التي تشهدها فرنسا منذ منتصف نوفمبر ضد حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أعلن قادة المتظاهرين في السودان عن عقد لجنة مشتركة للمجلس العسكري والمحتجين جلسة أولى لبحث مطلب الحكم المدني في البلاد في ظل إصرار الحراك الشعبي على الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم لتحقيق مطلب بات محوريا بعد إسقاط البشير في 11 أبريل الجاري. وسبق لقادة المتظاهرين أن عقدوا جولات مباحثات وافقوا في وقت سابق خلال هذا الأسبوع على إنشاء لجنة مشتركة لإعداء خارطة طريق للمرحلة المقبلة. رياضيا في هذه النشرة، انتخبت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الموريتانية اليوم سبت عبد الرحمن والعثمان رئيسا لها خلفا لمحمد محمود ولما الذي شغل المنصب لأكثر من 3 عقود. وانتخب عثمان بعد حصوله على 34 صوتا من أصوات الحاضرين متقدما بفارق 8 أصوات عن منافسه الوحيد الناجي أوليشدو رئيس اتحاد كرة اليد الذي حصد 26 صوتا فقط. ويترأس عبد الرحمن الاتحاد الموريتاني للدراجات الهوائية، كما كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية. أخبار الساحل وصلت نهايتها وكنتم قد تابعتم فيها. كان حميد بابا يعلن ترشحه لرئاسية يونيو، وتعدد المترشحين يطرح الأسئلة حول المنافسة. نواكشوط تحتضن اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليسكو بمشاركة وفود عربية. ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحرتين يطالب بتحديد يوم وطني للتصدي للاسترقاق ويستعد لمسيرته 6. نهاية النشرة، نلتقي في أخبار الساحل اليوم. إلى ذلك الحين، وهذه تحياتي.